هاي نخدمو اكزرسيس ترى. قال لك سوليوشن اكوز معناها معموله بالماء، دو كلورور دو بلون معناها بي بي دو بلوس و سي ال موان، الكتروليت بالطبيعه علمك اللي هي الكتروليت. اوكي قال لك فور، هاي فور فور معناها دي كومبوزيسيون كومبليت. كونسنتراسيون نتاعها تطلع 0.25 مول بار لتر موان 1. اولا اكريغ ليكواسيون دو ديسوسياسيون ايونيك دو بي بي سي ال 2 دون لو. بي ناخذ كل ليست نتاع لي زيون، نشوف البلان البي بي، نعرف لي ليون نتاعو بي بي دو بلوس، والكلور ليون نتاعو سي ال موان. يتحفظوا بالخبره بالخدمه. دونك لحظه، دونك قلنا زوز بلوس كعبه موان لازم تضرب في زوز. فوالا نضرب هذيا في زوز، نتحصل نكون كتبت ليكواسيون تاع البي بي سي ال 2. Voilà. سؤال اللي بعده، ديتيرميني لا مولاريتي دي زيون كلورور اي دي زيون دو بلون دون لا سوليوشن. سي بيان، قالك اعطيني لا مولاريتي معناها الكونسنتراسيون مولير. قال هو ملول راهو الكتروليت هذايا الكونسنتراسيون مولير اللي بدينا بها هي 0.25. ايه مش قرينا، احنا قرينا اللي الكونسنتراسيون تاع سي ال موان تطلع زوز مرات، الكونسنتراسيون تاع البي بي دو بلوس تطلع قد زوز مرات كونسنتراسيون تاع البي بي سي ال دو بكل. هاي كيفاش مالها تاو نعمل مالها هذي شتطلع سي ال موان تطلع دو فوا هذي هذي عطا هنا دو فوا 0.25 طلعتها. هذه تطلع قد هذه كوفيسيون ستوكيومتريك نتاعهم قد مالا هذه 0.25 وهذه 0.25. كي تجاوب جاوب على روحك. بي عندي نوريك كيفاش تجاوب، تكتب بي بي دو بلوس يساوي الكونسنتراسيون الاولى اللي هي اللي عطاوها هنا اللي هي 0.25. منين استنتج تستنتج تاع على خاطر عندهم نفس كوفيسيون ستوكيوميتريك. ومن بعد سي ال موان سي ال موان ايغال زوز بي بي دو بلوس يعني يساوي زوز فوا 0.25 يعني 0.5. ترد بالك ما تنساش اكل مول باغ، راهي غرون تيم ساعات تعرضك، هي بدا مول باغ ليت موان زان، مول باغ ليت موان زان هنا نجم تحط هذي مول باغ ليت موان زان، ما تبهتش كي ترا غرون تيم.
كل شيء نحطه في ورقة على جنب. قال لك اون ميلونج ان فوليوم في 1 100 سنتيمتر كوب دو اس 1 افيك ان فوليوم في 2 200 سنتيمتر كوب دو اس 2. ماني خذيت طرف من هذه اللي هي بالدو كلها، وخذيت طرف من الاولى اللي قرينا بها هنا، وكمل كمل 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 زاد الماء كومبليت افيك لو ديستيلي jusqu'à obtenir une solution de volume V3 égale à 500 cm cube. معناها طرف من الاولى وطرف من الثانية وزاد لها الماء. سي بيان، خلينا نفسر لروحي. ترى هذه الاولى اللي فيها قلنا هاك البي بي سي ال 2 هذاك، دونك نكتب ال بي بي 2 بلس و سي ال موان. هذوما في الاولى، الثانية الثانية هي فيها الفير و سي ال موان، والثالثة الكل مع بعضها فيها كل شيء. هذي معلومات متاعهم واحدة الفوليوم. توا نقرا الفوليوم اللي استعملوه هو 100 سنتيمتر كوب، من معناها 0.1 لتر باهي. في 2 قداش هز منها؟ 0.2 لتر باهي. تحصل على 0.5 الكل في الكل، معناها نقولوا احنا 0.2 مع 0.1 عطاو 0.3 باش تحصل على 0.5 زاد 0.2 مي بالضبط. دونك هذه طرف من الاولى، وهذه طرف من الثانيه، وهذه الخليط الكل من الطريف هذه والطرف هذه. هذا اشهر سؤال يجي، كالكولي لا مولاريتي دو شاكان دي زيون بريزون دون الميلانج. هنايا اذا تفهم بالكدي 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 اللي هوني فما نومبر دو مول نتاع الاف او 3 بلس لازمك تحسبو، نومبر دو مول تاع اس ال موان لازمك تحسبو، وهوني كيف كيف نومبر دو مول تاع اس ال موان ونومبر دو مول تاع البي بي دو بلس. هما كلهم كل نومبر دو مول حسبناهم هوني وهنا تصبو هنا فقط. باهي توا نبداو، رد بالك نركز كان في ليكواسيون. نبداو بهذه، قلنا الكونسنتراسيون نتاعها 0.3 الفوليوم نتاعها 0.2 نمبر دو مول تاع الاف او 3 بلس باش يكون سي فوا في، معناها 0.2 × 0.3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.6 × 3 × 0.
معك خاطر تقول القاعدة أنه سي فوا في. لا لازمك تبدأ بالكوفيسيون بتاعو أن. شفت في الإكواسيون نبدأو بهذا بلوتو نمبر دو مول تاع البي بي دو بلوس هو 0.1 فوا 0.25 مول. ما غلطة بالله في هذه مول الذي مول مش ما بديت موزع كلهم بال نمبر دو مول تخرج مول الوحدة. والان سي ال موان علاش نحسبوها بعد؟ على خاطر هذه هي دوبل راهي شفتها قدامها دو معناها دوبل نتاع القناه معناها بي بي دو بلوس نضربو في اثنين مول زادا 0.05 هذه سي ال موان. اوكي توا ركز بالكدا الاف او 3 بلوس اللي متاتي من السوليسيون هذه والسي ال موان اللي جاي من السوليسيون هذه زيدهم العدد البي بي دو بلوس اللي جاي من السوليسيون هذيا ومع سي ال موان اللي جاي من السوليسيون هذيا الكلهم تصبوا هنا. اش نلاحظ؟ نلاحظ اللي سي ال موان بالذات ماما منه مرتين نجمعهم خاطر زوز كميات من سي ال موان جاو من زوز بلايص مختلفه نجمعهم. بالنسبة للإف أو تخوا بلوس والبي بي دو بلوس ما فماش زوز كميات كل سوليسيون بعثت كمية معينة. دونك نقسم على الفوليوم 0.5 جميع الكل الأربعة هذوم بعد ما نكون حسبت النمبر دو مول سيباريمون نقسم على الفوليوم 0.5 نلقى الكونسنتراسيونات الكل في السوليسيون فينال ونكون جاوبت على سؤال.
والميثود راهي كي تبدا صحيحه اهم من نتيجه لخ. المهم قاعد تخدم بالطريقه الصحيحه، نتيجه ما تهمكش كان عملت غلطه في فاصل ولا في ديسبويسونس. البروف ما يعاقبش على النتيجه بقدر ما يعاقب على الميثود. ما تغلط ليش في الميثود، كيما قلت لك انا تحسب لي نومبر دو مول هذا وهذا 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 قبل، بعديك كل واحد فيهم كل عنصر فيهم تقسمه على الفوليوم، تلقى لي كونسنتراسيون الكل.